معنا عبر الهاتف من الكويت العقيد المتقاعد رائد الرومي مستشار أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية. مرحبا بك معنا سيادة العقيد. مما لا شك فيه أن جميع حكومات الدول العالم تعي بشكل كبير أهمية اليوم الجرائم أو خطورة الجرائم الإلكترونية وتسعى جاهدة لمواجهتها، هذا على مستوى الحكومات وما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وأمن مجتمعها. إذا ما تحدثنا على مستوى الأفراد، هل من إمكانية أو تقنية أو أسلوب يمكن المستخدمين مستخدمين الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي اليوم من حماية خصوصيتهم، من التصدي لتلك الاختراقات، الابتزاز، الجرائم الإلكترونية اليوم في عالمنا العربي أو في دول الخليج على حد معلوماتك وأنت خبير في هذا الشأن؟ نعم، يا هلا فيك، امسي عليكم امسي على الاخوان المشاهدين. نعم، في الحقيقه المشكله ان الحلقه الاضعف هم البشر في هذه الدائره. الدوله مكونه فيها قطاعات حكوميه مثل اداره الدعم القانونيه وسام قوانين ممكن تتعامل مع الموضوع، لكن المشكله والحلقه الاضعف هم البشر من يستخدمون هذه التقنيه. بالمثال يعني عندنا خاصة المثال لما عم نتكلم على موضوع النساء، هم الأكثر صحيح يستخدمون التصوير السيلفي، يعني ما شاء الله من تطلع من الصبح إلى أن تصل عملها إلى بيتها يتصور هي كل لحظة وكل لقطة، فالنساء ميالين إلى التصوير بشكل كبير. لذلك احنا لابد أن نحط بعض الضوابط لخواتنا النساء في هذه الأشياء حفاظا على البرايفسي وأمن معلوماتهم وأمن صورهم في أن تتداول الاي بي الخاطئ وبالتالي ابتزازا في مبالغ ماليه واكثر من ذلك. طيب سياده العقيد، يعني باختصار لو سمحت، اذا ما اردت توجيه اليوم نصائح عمليه بخطوات معينه لكل من يتابعنا الان لحمايه نفسه من اي هجمات الكترونيه او ابتزاز او جريمه الكترونيه، ماذا تنصح؟ نعم، بدايه الصور اللي تصورها بالتليفون لا تحفظها في التليفون لفتره طويله، حاول تنقل المعلومات هذه الصور الى هاتف خارجي او فلاش وحتى في بيتك في مكان امين، هذه من ناحيه واحده. لا تستخدم الاي كلاود في رفع الصور اللي موجوده عندك، لان الاي كلاود هذا ممكن اختراقه اذا مو عن طريقك انت، ممكن عن طريق السيرفر نفسه. ثلاثه، التصوير وتبادل الصور ما بينك وما بين الناس والغرباء هذا محظور جدا، خلي الصور اللي انت تحبها تشارك فيها اقربائك القريبين المعروفين الهويه، وما تضيف ناس غير مجهولين الهويه وبالتالي ممكن يطلعون على خصوصيتك وبالتالي الهجوم عليك واخذ هذه الصور من حال اتجاهك. الروابط اللي تجينا عن طريق الايميل او عن طريق اي نعم يعني محرك قد تؤدي او توديك حق صفحه مشابهه لصفحه الاي كلاود او صفحه تحط فيها انت الصور وبالتالي تحط اليوزر نيم والباسورد مالك، وبالتالي هذا المستفيد يقدر يدخل وياخذ هذه الصور ويبدي يركب عليها ساعات بعض الصور الاخرى الفاضحه ويبدي يتصدق فيها. لذلك ينتبه من الروابط بشكل كبير، لان اكثر من 80% من عمليات الاختراق تكون عن طريق هذه الروابط. أشكرك جزيل الشكر العقيد المتقاعد رائد الرومي مستشار أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية، متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من الكويت.